تركيا في دقيقة. الجيش التركي يتسلم منظومة الهجوم الإلكترونية والتشويش سنجاك التي تنتمي إلى الجيل الجديد من فئتها. وزير النقل والبنية التحتية التركي يشير إلى أنه تم الانتهاء من 60% من خط مترو مطار إسطنبول هالكالي، ويخططون لوضع هذا الخط البالغ طوله 31.5 كيلومترا في خدمة الشعب في نهاية عام 2022. شركة الحرير لصناعة خطوط الإنتاج الغذائية والكيميائية وأنظمة التعبئة والتغليف الحديث. المخابرات التركية تكشف أن تنظيم جولان الإرهابي كان يستعد قبل نحو عام من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز يوليو 2016، والتي راح ضحيتها 251 شخصا بينهم قوات الأمن. الحكومة التركية تدين انتهاك بعض الخارجين عن القانون حرمة إحدى الكنائس في مدينة إسطنبول. تركيا في دقيقة.